بالنسبة لتقديم السعي على الطواف يا شيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام وتعدى المسعى وذهب إلى الكعبة وطاف بها ثم سعى بعد الطواف. وما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه سعى قبل أن يطوف، وإنما هذا وقع من رجل في يوم العيد قال يا رسول الله لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف. قال افعل ولا حرج. ما سئل صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم.